بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم زميلكم عبد الله العزام، سنة أولى طب الجامعة الهاشمية دفعة هارموني. راح نكمل بفيديوهات مادة الأناتومي. اليوم راح نحكي عن ليكتشر 21، بتحدث عن الميل جينيتال سيستم. نبلش إن شاء الله بأول سلايد اللي بحكي لنا عن العناوين الرئيسية اللي راح نحكي فيها بهذا الليكتشر. راح نحكي عن كل واحدة من هذول مكونات الميل جينيتال سيستم بالتفصيل، شو وظيفتها، وين مكانها، شو مكوناتها. نحكي عنهم بشكل رئيس، بشكل عناوين. سكروتم اللي هي عبارة عن المنطقة اللي بتحتوي على التستس، اللي هي هاي المنطقة، هاي سكروتم. طبعا هي رح نحكي عنها كمان شوي. والتستس اللي هي هاي المنطقة اللي جوا السكروتم، اللي هي الخصيتين تستس. وعندنا الانترا سكريتوري داكتس اللي هي بتكون داخل التستس، اللي هي هاي المنطقة، هاي المنطقة وهاي. وفي عندنا بعدين نيجي على الاكسترنال جينيتال داكتس اللي هي اي داكتس خارج التستس او السكروتم، اللي هي هاي المنطقة. بعدين راح نحكي عن الاكسسوار جينيتال جلاندز اللي هم السيمينال فيسلز، وبعدين اللي هي هيها السيمينال فيسلز. هاي. وعندنا البروستات اللي هي هاي بروستات جلاند مثل ما احنا شايفين الليبلز. تمام، نبلش ان شاء الله بالاول عنوان اللي هو سكروتم. شو هو السكروتم؟ شو مكوناته؟ شو وظيفته؟ هو عبارة عن ساك. هذا الساك بنقسم لقسمين، ساك بنقسم لقسمين عن طريق ايش؟ ميديان سيبتم، بيقسموا لتو كومبارتمنتس. كل كومبارتمنتس بيحتوي على 1 تستس. عندنا 2 تستس احنا، فعندنا 2 كومبارتمنتس وعندنا 2 تستس. كل كومبارتمنت فيه 1 تستس. هاي الساك تنقسم عن طريق ميديم سيمبتوم ل 2 كومبارتمنتس. طب شو هي الساك هاي؟ هاي الساك بحكي لك انها كونتيويشن للانتيريور ابدومينال وول. هاي احنا عندنا الانتيريور ابدومينال وول هيها، فهو عباره عن ايش؟ امتداد الها، بيكون امتداد للانتيريور ابدومينال وول. عرفنا شو هو وعرفنا شو مكوناته وعرفنا ايش وظيفته. وظيفته طبعا انه كونتين التستس. طب شو هي التستس؟ لنا من الصبح بنحكي عنها تستس تستس. These are to avoid firm and mobile organs. صفاتها انها تكون بيضوية، firm and mobile organs يعني مش ثابت مكانها، موبايل بتكون متحركة. طب شو وظيفتها؟ وظيفتها انها بتعمل produce less sperm. هاي الوظيفة الأولى. الوظيفة الثانية برضو الوظيفة المهمة طبعا مشهورات، وظيفة التستس اللي هي produce sperms، وعندنا اللي هي بتعمل produce للهرمونز. وهم هرمون بتعمل له produce اللي هو التستوستيرون هرمون، اللي هو له علاقة اللي هو هرمون الذكري. بحكي لك كل تستس suspended within corresponding half of scrotum. حكينا انه قبل شوي انه سكروتم تنقسم لقسمين، تو كومبارتمنتس، وكل كومبارتمنتس بيحتوي على تستس. طب حكينا وين موجود التستس وشو صفاتها وشو وظيفتها. طيب شو مكوناتها؟ هسه رح نحكي عن مكونات التستس. التستس بحكي لك انها هي عباره عن في اشي بحيط فيها اللي هو surrounded by a thought fibrous capsule called the tunica albuginea. في عندنا اشي بحيط بالتستس اللي هو ايش اسمه؟ التونيكا البوجينيا. التونيك البوجينيا بحيط بالتستس. هيو التونيك البوجينيا، هذا الخيط الرفيع الداخلي. هذا التونيك البوجينيا بحكي لك انه في زي اشياء تطلع منه، زوائد نيمورس انكمبليت فايبروس سبتا، اسمها سبتا، ارايز فروم ذا تونيك البوجينيا باس انورد ثرو ذا سبستانس اوف ذا تستس. في عنا اشي اسمه السبتة اللي بتطلع من التونيكا البوجينيا. هاي السبتة بتطلع باتجاه انورد داخل التستس. هاي الخطوط البيضاء
مبين يعني واضحة. هاي الخطوط البيضاء بقول لك بين كل سبتة وسبتة، هاي اسمها سبتة، في بين كل سبتة وسبتة في عنا اشي اسمه لوبلز. هذا اللوبلز اللي هو بين كل سبتة وسبتة، اللي هو هاي المنطقة، هاي اسمها لوبلز، اللي هو عبارة عن بيراميدال شيب. طيب هاي اللوبلز شو بتتكون؟ هاي اللوبلز بحكي لك انها بتحتوي على سمن فيرز تيوبولز، اللي هي هاي السمن فيرز تيوبولز، هي هاي الخطوط الملتوية حوالين بعضها داخل اللوبلز، وبتكون موجودة بين كل سبتة وسبتة. إذا في عندنا تونيكا البوجينيا، في عندنا تونيكا البوجينيا، هاي التونيكا البوجينيا قلنا في زوائد اللي هي عبارة عن الستة، هاي الستة بين كل ستة وستة في عندنا لوبلز، هذا اللوبلز في عندنا إشي اسمه سيميني فيرز بيحتوي على داخل اللوبلز من واحد لثلاثة. هاي اللوبلز بحكي لك شكلها بيراميد، وبتحتوي التستس على 250 من هاي اللوبلز. نشوف شو حاكي الدكتور بالسلايدات، بحكي لك انه of the testing dividing into about 250 pyramidal shaped lobes. Each lobe is occupied by 1 to 3 seminiferous tubules. حكينا وظيفتها مكوناتها، لسه المكونات هاي جزء بس بدنا نكمل هسه بالمكونات. مثل ما حكينا بالأول سلايد إنه كان في عنا انتراسكروت اسكو سكروتم، حكينا عن سكروتم، حكينا عن تستس، هسا بدنا نحكي عن الانترا سكروتري داكت اللي هو انترا تستيكولار داكت. انترا تستيكولار داكت اللي هي بتتكون من ثلاث مكونات، عندنا الستريت، عندنا الستريت تيوبيولز، وعندنا الريت تستس، وعندنا الافرنت داكت. شو هي وين مكانها وشو بتعمل؟ بالسلايد هذا اللي بدنا نحكي انه طيب حكينا انه التستس ايش وظيفتها؟ انها تصنع السبيرمز. طب وين هي التستس وين بتتصنع السبيرمز؟ السبيرمز بتتصنع بالسيمي فيروس، هاي هون، هاي هون بتصنع السبيرمز بهاي المنطقه داخل اللوبس بين السبته وورا التونيكا البوجينيا، يعني بتصنع هون بهاي المنطقه هون بس بدون سبته وبدون تونيكا البوجينيا، هاي من واحد لثلاث بكل بيراميد شيب، بيراميدال شيب. في عنا واحد لثلاث من السيميني فورز، هاي السيميني فورز هي بتكون فيها السبيرمز، هون بتبلش رحلة السبيرمز عشان ينتقل وعشان يروح للبينس ويصير في قذف عشان يروح للفيميل جينيتال سيستم ويصير في عنا فيرتلايزيشن. ستريت تيوبولز اللي هي كونكت سيميني فورز تيوبولز وذ ريت تيستس. بحكي لك اول داكت اللي هي ستريت تيوبولز، ستريت تيوبولز تعمل على انها توصل الداكتس، عفوا السيمينيفيرس تيوبولز وذ الريت تيستس. خلينا نتعرف وين وين مكان ستريت تيوبولز وين مكان شو هي الريت تيستس. قبل ما نروح على الصورة خلينا نحكي الريت تيستس. الريت تيستس بحكي لك هي عبارة عن از هايلي انستوموتيك، يعني متشعبة، نتورك شبكة متشعبة متشابكة مع بعضها البعض، اوف شانلز من قنوات، كونتيند وذن ميدياستينيوم اوف تيستس. شو الميدياستينيوم؟ الميدياستينيوم هي عبارة عن كافيتي، مثل ما كنا نحكي في عندنا الهارت جوا ميدياستينيوم، اللي هي شو الميدياستينيوم؟ كافيتي. برضه الريت تيستس ممكن يسألك شو وين موجود الريت تيستس، تحكي له في الميدياستينيوم. شو الميدياستينيوم؟ هي عبارة عن كافيتي بتحتوي على الريت تيستس، عفوا ستريت تيوبولز. نيجي نشوفها، هاي قلنا السيميني فيورز، هيها بعدين في عندنا اللي هي هاي المنطقة، هاي اللي هي ستريت تيوبولز، بعدين حكينا انه بيعمل كونكت بين السيميني فورز مع الريت تيستس. طب شو وين الريت تيستس؟ هاي الريت تيستس، اي لون احمر، هاي الريت تيستس بريت تيستس. اذا صار في عندنا سيميني فورز، هاي السيميني فيرس بتتصل بالريت تستس عن طريق اشي اسمه ستريت
ستريت تيبولز اللي هو الملون بالازرق، بعدين في عن اللون الاحمر اللي هو عباره عن ايش؟ الريت تستس اللي هي موجوده بكافيتي اسمها ميدياستينا. اخر اشي راح نحكي عنه بالانترا تستيكولار داكت اللي هو عباره عن الافرين داكت اللي هو عباره بينتقل بعد ما خلصنا طلع من السمني فيروس راح للستريت تبيولز بده يروح لمنطقه الريت تستس. هسا من الريت تستس بده يطلع للافرين داكت. الافرين داكت اللي هي عباره من الريت تستس بحكي لك تفرعاتها من 15 ل 20 افرين داكت. These tubules carry sperms from the red testis to head of epididymis. عرفنا شو هي الريد تستس بس لسه ما بنعرف شو هو الابيديديماس وشو هو الهيد تبع الابيديديماس. هسا رح نحكي عنهم. اول شيء خلينا نحدد مكانهم، هيهم هذول بيكون من 15 ل 20. بشكل سريع بصير في عنا هون سيمي فيرز بتكون السبيرمز، بنتقل عن طريق هاي الداكت ريد داكت للريد ديستس، من الريد ديستس بنتقل للإفرنت داكتس. خلصنا هيك بنكون انترا تستيكولار داكتس. نروح على الاكسترا اكستريتوري جينيتال داكتس. الابيديديمس اللي حكينا عنها بهذا السلايد، قلنا ابيديديمس شو هي الابيديديمس ما كناش عارفين، هسا بدنا نعرف شو هي الابيديديمس. الداكتس ابيديديمس it is a firm كوما شيب، شكلها بتتخذ الكوما شيب structure closely applied to posterior margin of testis. وين موجود؟ بس posterior margin of testis. it has an expanded upper end، عندها 3 عندها 3 مكونات اللي هي عندنا expanded upper end. الابر هاي الابر end expanded بكون هذا بكون الهيد، بعدين في عندنا بعدين بكون في عنا البادي، هاي البادي، بعدين اخر اشي بيصير في عنا اشي اسمه التيلز. اذا في عنا it has upper end اللي هو الهيد، بعدين البادي، بعدين التيلز. الميدل كونستريكتد بكون بادي، والبوينتر لور بورشن اللي هو التيلز. The major function شو الوظيفة؟ عرفنا مكوناتها وعرفنا وين مكانها، بتاخذ من هي ايش؟ حكينا بتاخذ من الافرنت داكتس، وهي الريت تستس، وهي اللي هون هاي السريتوبيولز، وهي اللي هون عنا اللهم صل على محمد اللي هو تونيك البوجينيا، وهاي السبتا، وهي هون السمينيفيرز، كلها توضحناها بهاي الرسمة. طب شو وظيفة الإبيديدمس؟ الإبيديدمس بحكي لك له وظيفة اللي هي storage and maturation of sperms. بيعمل بخزن السبيرمز وبيعملها maturation انضاج بالإبيديدمس. وبالإبيديدمس برضه بحكي لك بصير في أهم وظيفة للسبيرمز. شو هي أهم وظيفة للسبيرمز مثل ما بنعرف كلياتنا؟ اللي هي الحركة. السبيرمز لا من وظيفته المهمة الحركة، لو لا أصلا لولا الحركة ما بصيرش في عندنا أي داعي للسبيرمز، لأنه بدنا يمشي داخل جينيتال الفيميل جينيتال سيستم عشان يروح للأوفا عشان يصير في عندنا فيرتلايزيشن عشان إيش يصير في عندنا الجنين. فبيكتسب أهم عملية أهم وظيفة إله وين؟ بالإبيديديماس. إيش هي؟ هي الحركة. شو وظيفة الإبيديديماس؟ ستورج والماتشوريشن. وين مكانها؟ مكانها بتيجي بعد الإفرنت داكت. وشو مكوناتها؟ الهيد بادي تيل. لازم نعرف المكونات والمكان والوظيفة. نيجي حاليا على الفاز ديفرنس. الفاز ديفرنس هي راح أكثر حكي راح يكون عليها. It is a cord like structure. طولها 45 سنتيمتر. convey mature sperm from epididymis to ejaculatory duct. epididymis عرفناها بتتكون من head وbody وtail. هسا بدنا نيجي نحكي طب شو هي الejaculatory duct؟ هاي رح نحكي عنها كمان شوي لحالها. خلينا بالvas deferens. الفاز deferens حكينا طولها 45 سنتيمتر وهي أطول إشي. طب ليش؟ لأنها أصلا هي بتنتقل من التستس، هاي المنطقة كلها بتلف من حوالين البلبس وبتمشي، فهاي بده يكون طولها كم؟ 45 سنتيمتر. It merge
from tail of epididymis and ascends in the spermatic cord and traverses the inguinal canal to enter the pelvis. بدها تعمل دمج بين التيل اوف ابيديدماس اند اسنس وين بمنطقة السبرماتيك كورد اند ترافيرسز ذا انجوينال كانال تو انتر ذا بلفس. عشان ايش تدخل البلفس؟ في صورة جبتها من النت بدي افرجيكم اياها اشرح عنها. هاي المكونات، هاي الابيديدماس، هاي التيل هون بادي هيد. هسا وين بصير في عنا الميرج؟ هاي السبرماتيك كورد اللي هي عبارة عن مكان منطقة، هي سبرماتيك كورد هاي مثل ما انتم شايفين بلوبلز حاط عليها دائرة، برضو بيكون فيها الفيسلز الارترز والفينز. فبصير في عنا دمج بين التيل اوف ابديدمس مع الاسنس داخل السبرماتيك كورد عشان يمشي بمنطقة اللي هي منطقة اللي بعدين بروح على الانجوينال كانال عشان يدخل بالفس. الانجوينال كانال هي منطقة داخل بتكون بالفس، اللي هي هاي المنطقة تقريبا، اللي هي هون بتكون بتمتد لعند البلفس باللاترال سيرفس بتكون للبلفس، وهاي هون الانجوينال رينج سوبرفيشال انجوينال رينج. هاي الفاز ديفرنس قلنا بعد ما تطلع من الابيديدماس، تيل اوف ابيديدماس بتمشي لعند الاسنس، بصير ميرج بين الاسنس والاسنس والتيلز اوف ابيديدماس منطقه السبرماتيك كورد اند ترانفيرسز ذا انجوينال كانال عشان ايش تعمل؟ عشان تعمل اللي هي تدخل على البلفس. هاي بالنسبة للفاس ديفرنس. تعمل ميرج from tail of epididymis and ascends in the spermatic cord and بعدين بتروح بتعبر الانجوينال كانال عشان تدخل البلفس. نكمل رحلتها بعدين بحكي لك it leaves the canal and descends to the pelvis. بتترك الكنال وبتروح لوين؟ للبلفس. Where is continuous downwards along the lateral wall of the pelvis. هاي lateral wall of the pelvis بحكي لك بعد ما عبرت القناة بدها تمشي بهذا الطريق. هيو هذا الطريق lateral wall of the pelvis، تمشي خلال الفاز ديفرنس، طبعا بضلها ماشية. بعدين بس الفاز ديفرنس فجأة بكبر مثل ما احنا شايفين هون عشان يعطينا منطقة اسمها أمبولا of ducts اللي هي للفاز ديفرنس أمبولا. Then pass between posterior surface of bladder and rectum along medial side of corresponding seminal vessels. Its terminal part is dilated and is called the umbrella of vas deferens. بحكي لك وين بتمشي؟ بس between posterior surface للبلادر and rectum، بين ال posterior surface للبلادر وبين الريكتم، along medial side of corresponding seminal duct. هاي seminal duct هذا عبارة عن posterior surface للبلادر، هذا posterior surface للبلادر. هسا بدنا نشوف موجود وين من خلال هاي الرسمة. بكون هاي البلادر، هاي البوستيريور سيرفيس وهاي الريكتم، فهو بده يكون هون بمشي بالبوستيريور سيرفيس بتوين البوستيريور سيرفيس للبلادر وبين الريكتم. تمام، حكينا انه في عنا سيمينال فيسلز اللي هي هاي. بحكي لك انه هاي بعدين بيمشي من خلالها. بحكي لك inferior end of umbilla joins duct of seminal vessels to form ejaculatory duct. حكينا قبل شوي انه في عنا ejaculatory duct رح نحكي عنها مش هسا، كمان شوي، اللي هي هون بين، حكينا انه convey immature
سبيرم فروم ابيديديمس تو ايجاكيولاتري داكت. هيك بتكون خلصت الفاز ديفرنس، بلشنا اخذت من الابيديديمس عشان توصل للايجاكيولاتري داكت، هون كانت بينهم اللي هي الفاز ديفرنس. هيك بتكون خلصت رحله السبيرمز في الفاز ديفرنس. نعيد الفاز ديفرنس على السريع، هو عباره عن كورد لايك طوله 45 سنتيمتر، بنقل السبيرم الماتشور سبيرم من الابيديديمس تو ايجاكيولاتري داكت. بعد كيف في بيعمل عدة أمور، بحكي لك إنه في بصير في عنا ميرج بين التيل أوف إبديدمس أند أسنز إن ذا سبيرماتيك كورد أند ترافيرسز أند ترافيرسز ذا إنجوينال كانال تو إنتر ذا بلفس. يعني بصير دمج بين التيل أوف إبديدمس أند أسنز في منطقة اسمها سبيرماتيك كورد، وبعدين تعبر الإنجوينال كانال عشان تروح للبلفس. بحكي لك بعدين تطلع من الكنال هاي and ascend to the pelvis descends to the pelvis where it continues downward. حكينا انها بتمشي downward لللاترال of pelvis wall of the pelvis. it then pass between posterior surface of bladder، تمشي من ال posterior surface of bladder وبين الريكتم والبصير والسيرفس في البلدر. بحكي لك اخر جزء من الفاس ديفرنس اسمه امبولا. هذا الامبولا بكون اكبر، حجمه اكبر من ما كان عليه، وهي السيمينال فيسل. هاي السيمينال، هاي السيمينال بحكي لك في بكل جهة موجودة. بعدين بتتحد في قناة للسيمينال، سيمينال داكت، بتتحد مع الأمبولا عشان يعطونا ايش؟ ايجاكيولاتري داكت. هسا بدنا نحكي عن الايجاكيولاتري داكت اللي هي طولها 2.5 سنتيمتر، بتتكون من ايش؟ مثل ما حكينا بالسلايد السابق انها بتتكون من الأمبولا جوينت داكت اوف سيمينال فيسيكل تو فورم ايجاكيولاتري داكت. اذا الايجاكيولاتري داكت تتكون من يونيون اوف ذا تيرمينال اند اوف ذا فاس ديفرنس اللي هي الأمبولا ويز ذا داكت اوف ذا سيمينال فيسيكل. ايتش بيرسز ذا بوستيريور سيرفيس اوف ذا بروستات اند اوبنز in the upper part of the prostatic urethra. اذا بحكي لك each versus كل واحده منها بتخترق the posterior surface of the prostate and opens into the upper part of the prostatic urethra. خلينا نشوف شو يعني وين هي البروستاتيك يوريثرا. اول اشي هاي البروستات جلاند، هاي هي البروستات جلاند، هايها جواتها في عنا البروستاتيك يوريثرا. خلينا نوضحها باللونها، هاي بروستات جلاند طبعا كلها مع بالنص، وهاي عنا البروستاتيك يوريثرا. هاي البروستاتيك يوريثرا وهاي البروستاتيك جلاند. شو اللي صار؟ اللي صار انه هاي الايجاكيولاتري داكت هيو هون، هذا هو الايجاكيولاتري داكت، فتح على البوستيريور سيرفيس للبروستاتيك جلاند. بوستيريور سيرفيس للبروستاتيك جلاند وين فتح؟ بالابر، هاي البوستيريور سيرفيس للبروستاتيك جلاند، وفتح بالابر سيرفيس لايش؟ لليوريثرا بروستات، بروستاتيك يوريثرا. في عندنا البروستاتيك يوريثرا فتح بالابر ابر سيرفيس، اما البروستاتيك جلاند فتح وين؟ بالبوستيريور سيرفيس. تمام. اذا الايجاكيولاتري داكت قلنا طولها 2.5 سنتيمتر، تكونت من يونيون اوف تيرمينال اند للامبولا الفاس ديفرنس وذ ذا داكت اوف سيمينال فيسيكل ايتش بيرسز ذا بوستيريور سيرفيس. كل واحده منها هي هون، واحده في عنا هيها
وهي واحدة، يعني هم ثنتين طبعا. أنا إيدي ما شاء الله عنها. هاي عندنا ثنتين، كل واحدة فتحت بالبوستيريور سيرفيس للبروستات، وابر بارت اوف ذا بروستاتيك يوريثرا، والابر بارت للبروستاتيك يوريثرا. يا سلام. خلينا نشوفهم على الرسمة هون كيف فتحوا. هاي بوستير، كيف فتحت على البوستيريور. هون مش واضحة كيف فتحت على البوستيريور، هاي هون واضحة. هاي البوستيريور سيرفيس، نستخدم لون ازرق. والله الالوان حلوة هون. هاي في عنا هون البوستيريور سيرفيس، وهي نزلت على الابر سيرفيس للبروستاتيك يوريثرا. تمام. نيجي هسه على البينس. اذا بتتذكروا اول سلايد، اول سلايد شو حكينا؟ حكينا سكروتم اخذناه، والتستس اخذناه، سكروتم اخذنا شو هو وشو مكوناته وشو وظيفته، والتستس اخذنا وين هو وين هي شو مكوناته وشو وظيفتها، والانترا سكروتري داكت اخذناها، هل هي كانت عباره عن ستريت الستريت داكت، وكانت تيري تستس، وكانت الافرين داكت، وحكينا الاكسترنال جينيتال داكتس اللي هي كانت الابيديديمس، وكانت في عندنا كمان اللهم صل على محمد الفاز ديفرس، وكانت في عندنا اخر شيء اللي اخذناها قبل شوي اللي هي ايجاكيوليتري داكت. هسه بعد ما خلصنا اول اربعه، هاي السكروتوم والتستس والهاي، بدنا نيجي نحكي عن البينس بعدين عشان نحكي عن هاي، وبنكون هيك خلصنا الليكتشر. طبعا هو الليكتشر مش طويل، 14 سلايد اخفاف. البينس It is composed of three cylindrical columns of erectile cavernous tissue. شو هذا erectile cavernous tissue؟ هذا مر علينا. وين مر علينا؟ مر علينا، تذكر لما كنا نحكي عن اللهم صل على سيدنا محمد، الشرايين اللي بتتمدد باماكن معينه، وكان من ضمنها الكافيرونس تيشو اريكتايل، اللي هو بكون هذا عباره عن في هون اماكن فاضية، زي ما نحكي فجوات فاضية عشان تتعبى بالدم. لما يتعبى بالدم هاي بيكون هون بالبينس، بصير في بحالة الانتصاب، بصير في بتعبى بالدم، بزيد التدفق، بزيد التدفق، فبتعبى بالدم، فبصير في عنا حالة انتصاب. عنا في عنا طبعا ذا بيرد كوربورا كابرنوزا ودورسالي اند سنجل كوربس سبونجوزم ان ذا ميدل. في عنا على الاطراف كوربورا كافرنوزا، وفي عنا بالميدل كوربس سبونجوزم. تمام. خلينا نشوفهم على الرسمه. هاي هون مثل ما موضح الليبل كوربس كافرنوز، وهون عنا الكوربس سبونجوزم. هيو وحش. هاد سنجل وهذول بيرد. تمام. هسا بحكي لك انه في عندنا 3 cylindrical masses of erectile tissue are enclosed within and separated by a dense connective tissue called tunica albuginea. هاي التونيكا البوجينيا وين مرت علينا قبل شوي؟ بالتستس صح، مرت علينا وكان يطلع منها السبتة. تمام. هاي عبارة عن dense connective tissue، هاي بتفصل بين الثري سلندريكال ماسز. يعني هاي في عنا هون شوي، هاي هاي المنطقة، هاي المنطقة بتفصل بيناتهم، ومن جوا طبعا هذا بكون عبارة عن ايش؟ دنس كونكتيف تيشو، اللي هو بكون تونيكا البوجينيا. The corpus spongiosum contain a benign urethra. في عنا اشي اسمه البنل يوريثرا. البنل يوريثرا هون مش مبين، نشوفه على السلايد الثاني. هذا هو البنل يوريثرا، هاي المنطقة هاي كلها تحت تحتها السبونجوزم، هذا بكون بنل يوريثرا. بحكي لك the corpora cavernosa are close to each other
except approximately where they diverge to form a crura of Venus. في عنا crura of Venus اللي هي هاي، هذول الثنتين crura of Venus، مفردها crust of Venus، بتكون هيك بعاد عن بعض، بكونوا تحت، بعدين لما يطلعوا لفوق بصيروا يقربوا من بعض، يقربوا من بعض، يقربوا من بعض، لحد ما يصيروا جنب بعض. هسا هذا المنظر جايين احنا من تحت inferior، ولكن هم فعليا من فوق، هذول الكوربورا كافرنوزا بكونوا متصلات جنب بعض. يعني كيف؟ يعني تخيل انه انت معك مثلث ثلاثي الابعاد، او لا مش مثلث، ثلاث كرات بيضاويه من فوق، ثلاث كرات بيضاويه عملات مجسم على انه مثلث. الكرتين، في عندنا كرتين فوق وفي عندنا كره تحت، بكون الكرتين اللي فوق جنب بعض وكره تحت، وهذا نفس الشيء. الكوربورا كافرنوزا بكونوا جنب بعض فوق، وعندنا الكوربس سبونجيوزا بتكون تحتهم. فهمنا كيف؟ في عندنا ثلاث كرات بيضاويه، الكرتين البيضاويات اللي فوق جنب بعض واللي تحت، وفي عندنا واحده تحتهم بتكون، فبشكل مثلث. وعرفنا انه بيكون من تحت ابعاد عن بعض بشكل كراس اوف بيناس، ولما يكبروا بيقربوا لبعض. هسا بحكي لك البينس. البينس هاز ذا فولوينج بارت، عندنا الروت وعندنا البادي. الروت اللي هو بروكسيمال فيكسد بارت اللي هو بيكون ثابت، اما الفري بارت اللي هو البادي. هاي عندنا الروت، هاي الروت، وفي عنا اللي هو الفري بادي اللي هو البادي. تمام، هسا بحكي لك الكوربورا كافرنوزا. الكوربورا كافرنوزا اللي هي هاي، هاي هي الكوربورا كافرنوزا، بحكي لك انها هي فورم جريتر بارت اوف بادي اند ار بليست ان ادورسال بارت بروكسيمالي اتش از كونتينوس continuous with the corresponding crust of Venus. هاي دورسال هي اللي بتشكل البادي، اما تحت ايش قلنا بتشكل قبل شوي؟ انها بتشكل crust of Venus. هاي بالنسبه للايش؟ للكافرنوزا. اما هسه على السبونجيوزا، lies in the middle ventral to the corbora cavernosa. حكينا انه هاي الكوربورا كافرنوزا حددنا مكانها اللي هي كانت المكان الاخضر، وهذا هو بيجي بالميدل تبعهم اللي هو الكوربورا سبونجوزا. حكينا انه فوق بيكون بشكله البادي كوربورا كافرنوزا، اما تحت بشكله كراس اوف بينس. سبونجوزا نفس الشيء، الكوربورا سبونجوزا بيكون فوق، اما تحت بتكون كونتينوس للبلب اوف بينس. في عندنا بلب اوف بينس، اذا في عنا هون كراس، كراس اوف فينس هاي هم، وفي عنا هون اللي هم اللي هي ايش؟ البلب اوف فينس، هيها بلب اوف فينس. تمام، عنا البلب اوف فينس. اما بالنسبة للجلانز فينس، جلانز فينس اللي هي اخر جزء بالفينس. which is the terminal part of the corpus spongiosum. هاي هاي. إذا سألناك مثلا الدكتور إنه وين بتيجي glass of Venus، cavernosa ولا spongiosum، فإنه بده يكون جوابنا إحنا cavernosa. إيه عفوا spongiosum، spongiosum هاي امتداد للspongiosum. تمام. بحكي لك البين اليوريثرا ترافيرسز بلب اوف بينس اند كاربوس سبونجوزا اند اوبن اون تيب جلانز بينس فورمينج اكسترنال يوريثرا ميتاس. في عندنا البين اليوريثرا ترافيرسز للبلب اوف بينس اند كاربوس سبونجوزا، وبتفتح وين؟ في التيب اوف جلانز بينس فورمينج اكسترنال يوريثرا ميتاس. هذا هو الاكسترنال يوريثرا ميتاس اللي هو الجزء الخارجي. هسا نيجي على الاكسسوري جينيتال جلاند اللي هم حكينا عنهم بهذا السلايد.
هيك بنكون خلصنا السكروتم والتستس والانترا والاكسترنال والبينس. هسا بدنا نيجي على اخر جزء بهذا الليكتشر اللي هو الاكسسوري جينيتال جلاند، اللي هم عبارة عن السيمينال فيزيكل وعندنا البروستات. نيجي اول شيء نبلش بالسيمينال فيزيكل. The seminal vesicle are two symmetrical lobulated organs that lie at the back of the urinary bladder. هاي اليورينري بلادر، في عنا اليورينري بلادر وفي وراها بكون الريكتم. هي موجودة بينهم، هاي هي السيمينال فيسيكل، هاي اللي بتكون ورا الأمبولا. الأمبولا اللي هي من الفاز ديفرنس. بحكي لك the inferior end of each seminal vessel joins the vas deferens of the same side to form ejaculatory duct. هاي حكينا عنها كثير، حتى النقطة انه بتتحد مع الأمبولا عشان تعطينا ejaculatory duct. خلينا نوضحها كيف. هاي اللي هون صار في عنا هاي الفاز ديفرنس وهاي السيمينال، اتحدوا مع بعض عشان يعطون ejaculatory duct بكل اتجاه طبعا. وهاي هون البروستات، وفي عندنا كمان البروستاتيك يوريثرا. بحكي لك السيمينال فيسيكل سيكريت اب تو 85% اوف توتال فوليوم اوف سيمينال فلويد، موست اوف ريست بينج سيكريتد باي بروستات. اذا بحكي لك هسا احنا في عندنا سبيرم، ولكن هو السبيرم عبارة عن حيوانات منوية، هو جزء من السائل المنوي. السائل المنوي اللي هو عبارة عن سيمينال فلويد، ف 85% من السيمينال فلويد بيتم افرازه من هاي الجلاند اللي هي السيمينال فيسيكل. اما الباقي اللي هو بدنا نحكي عنه بالجلاند هاي السلايد اللي هو البروستات. اذا عرفنا شو هي الاكسس، جزء من الاكسس جينيتال جلاند اللي هو السيمينال فيسيكل. السيمينال فيزيكال حكينا انها ثنتين وموجوده بال باك لليورينري بلادر، وانفيريور اند اوف ايتش، وحكينا انها بتتصل مع الفاز ديفرنس عشان تعطينا الايجاكيولاتري جلاندز، وحكينا انها بتفرز 85% من السيمينال فلويد. نيجي لعند البروستات. البروستات ات از ا والنت سايز gland that surrounded prostatic part of urethra. بحكي لك انها prostatic part اللي هي بتغطي البروستاتيك part of urethra. صح، احنا في عندنا prostatic urethra، فهاي الموجودة وين؟ داخل البروستات. It is a conical in shape having an apex. في عندها apex وفي عندها base عشان نكون واضحين. تمام، هاي هي اللي احنا بنحكي عنها. اعطينا لون غير الاحمر، ايش بتحبوا لون يا ناس؟ ازرق. هاي المنطقة اللي احنا بنحكي عنها، هاي المنطقة في عندها ايبكس اللي هو هذا، وفي عندنا البيس. ايبكس وبيس. صار بحكي لك ايش؟ بحكي لك انه هاب ايبكس اند بيس، وعنده فور سيرفيس، عنده الانتيريور سيرفيس، وعنده بوستيريور سيرفيس، وعنده تو انفرو لاترال. البوستيريور سيرفيس اللي هو له علاقه بالريكتم، فاذا انو البوستيريور سيرفيس؟ هاي الريكتم، هاي البوستيريور سيرفيس، وهي الانتيريور سيرفيس، في عنا قلنا انفرو لاترال سيرفيس اللي هم هذول اللي بكونوا تحت عند الايش الايبكس. هاي الانتيريور بوستيريور انتيريور، عنا هون انفرو لاترال سيرفيس، وهي الريكتم. البوستيريور بكون له علاقة بايش؟ بالريكتم. بحكي لك انه ال upper border of this surface the two ejaculatory duct enter the prostate.
حكينا انه احنا بدخل البروست، حكينا هاي المعلومة كمان انه ejaculatory سيرف داكت بتدخل من البوستيرير سيرفس للبروستات، الابر سيرفس للبروستاتيك يوريثرا. وبحكي لك كمان ده، اللهم صل على سيدنا محمد، the base of the gland، the base of the gland is related to the neck of the bladder and is perforated near its center by the urethra. The urethra traverses the gland from base to apex. حكينا أول شيء عن الجاكولاتري جلاند اللي هي هاي بتدخل من البوستيرور، وبحكي لك إنها هي لها علاقة بالنك، لها علاقة بالنك للبلادر، وبحكي لك إنه اليوريثرا بدخل من خلالها من البيس للأبكس، يعني من فوق لتحت، من البيس للأبكس للأبكس. هاي الانترنال يوريثرا اورفيس، هاي المكان تبعها، وهي البروستاتيك يوريثرا. نعيد البروستات، البروستات حكينا عنها انه كونيكال ان شيب، هاف ابيكس وبيس، وعندها فور سيرفيس انتيريور بوستيريور تو انفرو انفيرو لاترال. اتس بوستيريور سيرفيس از ريليتد تو ريكتام، حكينا هاي الريكتام ولها دخل بالريكتام. At the upper border of this surface the two ejaculatory duct enter the prostate. The base of the gland is related to the neck، إلها داخل بالنك of bladder، and perforated near the its center by the urethra، إلها داخل باليوريثرا في مدخل اليوريثرا. The urethra traverses the gland from the from base to apex. بس معلومة سريعة حكاها الدكتور. احنا اول شيء هيك بنكون خلصنا الكتشن الحمد لله، واي سؤال بدكم اياه تفضلوا على قناة النادي على التعليقات او على جروب النادي. بس في معلومة حكاها الدكتور انه المنطقة عند في عند الميل بتكون انه البول ومنطقة التزاوج او خروج السبيرم نفس المنطقة، فانه فعليا هو اللي بصير انه لما يصير في عندنا جماع او مثلا تحضير للقذف، فبتسكر منطقة البول من خلال البروستات، البروستات تضغط على منطقة المسالك البولية فبتسكرها، فبتسمح بخروج السبير بدون تدخل، بدون أبدا أي اختلاط بينها وبين البول. وهيك بنكون خلصنا الليكتشر، ويعطيكم ألف عافية.